اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذه الدورة التدريبية لمساء اليوم المركز الديمقراطي العربي بألمانيا والمركز الليبي للبحوث الاقتصادية بمدينة العجيلات بليبيا والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية التابع لجامعة محمد الخامس بالمغرب يرحبون بكم في اطار هذه الدورة التدريبية الجديدة ضمن سلسلة برامج المركز الديمقراطي العربي، الدورة تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة في ظل التحول الرقمي. مؤطرة هذه الدورة معنا الدكتورة منال السيد. من الجامعة المصرية الصينية بمصر دكتورة منال مساء الخير وأتمنى أن تقومي بتقديم نفسك لأنه ليس أفضل من المؤطر نفسه أن يستهل الدورة بتقديم نفسي ونبذة عن سيرته الذاتية قبل البداية تفضلي دكتورة تمام أنا طبعا برحب أولا بكل الحاضرين من مختلف الدول العربية ودايما بشكر الظروف اللي بتجمع دول مختلفة من وطننا العربي في وقت واحد بيتجمعوا طبعا أنا اسمي دكتورة منال السيد عبد الحميد أنا خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة التخصص الرئيسي بتاعي هو علوم سياسية والتخصص الفرعي إدارة عامة واستكملت دراساتي العليا في مجال الإدارة العامة وأخذت الدكتوراه من نفس الجامعة ونفس الكلية بتقدير ممتاز الحمد لله والآن أعمل مدرس بالجامعة المصرية الصينية ده باختصار يعني عملت بكتير من بعض المؤسسات الخاصة والحكومية وحوالي 13 سنة في القطاع الحكومي فالحمد لله يعني أجمع ما بين الخبرتين القطاع العام والخاص وما بين الأكاديمي وال... وال, وال والعملي يعني أكيد وهذا ما سيغني الدورة التدريبية لهذه الليلة وأكيد سوف تقدمين الآن المحاور الأساسية لهذه الدورة قبل البداية <applause> طب في البداية دعني دكتور كريم ممكن أشير السكرين معكم ولا صعبة؟ تفضلي دكتور يعني ممكن يعني ممكن أعمل شير سكرين؟ <applause> بكل سرور فالآن سوف أسلمك المشعل لبداية الدورة تمام المحاور الاساسيه في, الند... في الندوه طبعا زي ما عفوا. عفوا دكتور كريم المرجو الضغط على المربع لتكبير طيب جيد شكرا تمام في البداية طبعا يعني من نص العنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة في ظل التحول الرقمي فالموضوع يربط ما بين ما هي علاقه المشروعات الصغيره بدايه بالتنميه المستدامه وما علاقه التنميه المستدامه والمشروعات الصغيره والمتوسطه برياده الاعمال وما دورهما او دورهم جميعا في احداث التنميه المستدامه وفي وعلاقتهما برياده الاعمال وكيف يتم تاقلم المشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم مؤخرا لا سيما في هذه المجالات اللي هي مجالات المشروعات الصغيره والمتوسطه وكيف يمكن لي مبتدئي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يخوضوا عالم الرقمنة وعالم التحول الرقمي بمنتهى البساطة والتعامل معها في مجالات التسويق وفي مجالات المالية وفي مختلف المجالات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نعلم أنها مليئة بالعقبات والتحديات ربما تساعد هذه الدورة يعني صغار الشباب والذين يهدفون يهدفون الى امتلاك مشروعاتهم الخاصه بهم والتخلص من الفكر اللي هو ان تكون او ان تحصل على راتبا ماديا او المال ان تكون عاملا لدى الحكومه لا لابد ان تملك مشروعك الخاص فاعتقد ان هذه الندوه ستكون مفيده لاستطلاع هذه النقاط الهامه ومعرفه كيف يمكن الاستفاده منها هذه بمنتهى الايجاز يعني. تمام بتو... هل استكمل دكتور كريم؟ تمام. نعم جيد فاهم المحاور هي الان يعني واضحه للجميع واعتقد انه من الاجدر كما اننا سحبنا التعليق في في غرفه الدردشه حتى يتم التركيز وبطبيعه الحال هناك ايضا آه مثال سوف تقدمينه رفقة آه نعم شخص نعم, نعم. نعم مفاجأة مفاجأة ناجح. ناجح أجل, أجل. مفاجأة <applause> نعم معانا يعني أنا أنا يعني حبيت إن أنا أترك لحضرتك ولكن معايا أستاذ محمد طلعت وهو رائد أعمال إن شاء الله في المستقبل نراه رجل أعمال وليس رائد أعمال، هو رائد أعمال استطاع أن يحقق إنجازات ليست بقليلة واستطاع أن يعني يتخطى العديد من العقبات ومن المشكلات وابتدأ مشروعه الخاص به وهو مثال جيد لكل الشباب في الوطن العربي وليس في مصر فقط وأتمنى ان ان يحكي تجربته الشخصيه وهو قد لخص تجربته الشخصيه في عده نقاط وان شاء الله كل المتواجدين يعني والعالم العربي يفخر بان هذا النموذج موجود في احد اوطاننا يعني وكذلك نحن ايضا سنفخر بتقاسم تجربته مع معنا ومع كل المشاركين في هذه الدوره لكي ايضا نستزيد من تقنياته ومن معرفته ولكي نتمنى ان يلقي التحيه يعني اتمنى ان يلقي محمد التحيه ويرحب بجميع الـ 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 الاخوه الموجودين من جميع انحاء العالم يعني طبعا انا سعيد جدا يا دكتوره بكلام حضرتك وشهادة بعتز بيها وشايف يعني ان كلام حضرتك يعني لسه قليل على الـ الـ الواحد عمله <applause> الله <ويها. تصفيق> فالحمد الله لله نراكم في قريب العاجل وثقة اعتز بيها وشهادة اعتز بيها طبعا واشكر المركز الديمقراطي طبعا على الفرصه اللي لي ان انا اكون معاكم النهارده آه، الاستاذ كريم واشكر كل الموجودين وباذن الله اكون يعني ولو هعمل معلومه واحده اقدر في افيد بيها الناس وانا خبرتي يعني طبعا شكرا شاء الله. اكيد اكيد سوف تكون الاستفاده عامه وهذا القصد لان الدوره هي دوره تدريبيه تفيد الجميع واتمنى من الجميع ان ان يستفيدوا من ما سياتي بها ويسجلوا النقاط المهمه هناك اسئله حول الشهاده سوف نتقاسم رابط تسجيل الحضور في اخر الدوره حتى يتم منح شهاده موقعه للجميع دكتورة منال أعتقد أن الدورة فيها تقريبا ساعة إلى ساعة وربع بعدها ربع ساعة إلى عشرين دقيقة للزميل طلعت وبعدها ربع ساعة أسئلة ونختتم تفضلي دكتورة احاول الإجاز ايضا يعني لانه اعتقد تجربه محمد ستكون ربما هي مراد معظم الحاضرين ان هم يستمعوا الى هذه التجربه العظيمه فان شاء الله باذن الله اقدم المحاور الاساسيه والنقاط الاساسيه التي تهم كل شاب عربي وساترك المجال لمحمد صديقي العزيز انه يلقي بتجربته بشكل جيد ان شاء الله يعني ساحاول مشاركه هل ال... هل هي زهره يا دكتور كريم ولا تمام ننتظر كده هي زهره تمام كده يا دكتور كريم لم تتقاسم اي شيء لا يوجد أي لوحات أعتقد لا لابد من الضغط على طيب تمام يعني أنا فعلتها مرة ولكن من الواضح أنها إيه آه، تحتاج الإعادة يعني تمام أجل في أسفل الشاشة آه، أيوه أيوه تمام كده لحظات فقط تمام تكبير آه فقط ال... لوحات الارض أيه شكرا تمام, تمام. آه سأبدأ الأول بالتعريف ال الذي يتردد على أذاننا كثيرا جدا هو تعريف ريادة الأعمال يعني و وحاول إن أنا أستخلص منه آه يعني ما أريده فقط من آه مفاهيم آه بيتردد طبعا على أسمعنا مفهوم ريادة الأعمال في كثير من الأحيان ولكني سأبدأ من تعريف دراكر وهو أبو الإدارة في ويلجأ إليه العديد من الباحثين في مجال الإدارة إنه هو يعرف التعريفات الخاصة بكل مجالات الإدارة هو عام 1985 قال إنه إنها فن ابتكار طرق لتحويل الموارد الموجودة بقدرات إنتاجية جديدة كمان يعني أنا عايزة أركز على كلمة ابتكار وعلى تحويل الموارد بقدرات إنتاجية جديدة. إذا عندي كلمة ابتكار فدعونا نركز على هذا المفهوم ويعني ندعه جانبا وحننتقل لبعض المفاهيم الأخرى ونأخذ برضو منها بعض المفاهيم وندعها جانبا إلى أن نصل إلى أهم النقاط التي يركز عليها مفهوم ريادة الأعمال فهناك أيضا مفهوم كيوري عام 2012 وقال برضو أن هي عملية إيجاد شيء ذات قيمة من خلال تكريس جديد إذا هناك شيء ذات قيمة هذا لا يختلف مع كلمة ابتكار على الإطلاق تمام؟ آه، ذات قيمة لا يختلف مع كلمة قدرات إنتاجية قدرات إنتاجية غير مسبوقة تمام؟ فهذان نقطتان أو هاتان نقطتان هامتان يجب التركيز عليهم في التعريف آه، هناك تعريف آخر وهو لتروينج آه، وبلوي 2011 والاثنين عرفوا آه رياده الاعمال بانها التفكير والعمليه اذا هي عمليه لها مراحل، كلمه عمليه هي عمليه لها مراحل، الهدف منها هي تطوير انشطه اقتصاديه ذات قيمه ولكن تحمل ما بين حاجتين، تحمل ما بين تحمل المخاطر من ناحيه وتحمل المخاطر هنا معناها انه الشخص الذي يقدم على عمل او مشروع صغير لابد وان يكون لديه روح المخاطره، طيب هل روح المخاطره دي هتبقى هو بيصنعها؟ هنعرف دلوقتي هل هو بيتصنعها هنعرف دلوقتي ويستكمل التعريف والابتكار أو الإبداع ولكن كل هذه التوليفة أو كل هذا المزيج في ظل إدارة سليمة في في ظل إدارة سليمة إذا لو إن ما فيش إدارة أو طريقة جيدة لإدارة هذه العملية لن يكون هناك على الإطلاق ابتكار ولا رياده اعمال مطلقا سواء بقى لمنظمه قائمه يعني هل رياده الاعمال تنفع لمنظمه قائمه بالفعل؟ نعم وهل يمكن ان تكون لمنظمه جديده ليس لها وجود ولكنها انشئت بناء على هذه الفكره الجديده وعلى الابتكار؟ نعم فالاثنان على حد سواء يمكن ان يكون فيهم او فيهما رياده اعمال. في تعريف كيوري 2012، وقال إنها عملية أيضاً إيجاد شيء جديد، إذاً هو شيء جديد، منظمة قائمة هو شيء جديد في منظمة قائمة، منظمة جديدة أو منشأة أو ستارت أب زي ما بنسمع عنها، أيضاً هو شيء جديد. من خلال ايه بقى؟ ان انا بكرس الوقت اللي, اللي محتاجه المشروع ده، ما ينفعش واحد يبقى بيفكر في فكره ولكن لا يعطيه الوقت الكافي، ولا يكون عنده القدره ولا الاستطاعه في ان يتحمل المخاطر، سواء مخاطر ماليه او اجتماعيه، وان يكون هناك في نفس الوقت ما يحفزه على هذا المشروع، والا هذا المشروع سيفشل في موئده. ولازم يكون هناك نوع من الرضاء الشخصي عن كل خطوة بيتم إنجازها وكل تقدم بيتم إحرازه في هذا المجال ده مبدئياً طيب يعني باختصار إيه المطلوب؟ المطلوب هو كالتالي شايفين فوق الـ الـ يعني الـ اللون اللبني ده اللي هي الخطوة رقم واحد بيقول إيه؟ بيقول ما تيجي كده نقعد مع بعض شوية ونفكر مرة واثنين وثلاثة لحد ما نوصل لفكرة نحس إن ليها قيمة والناس محتاجاها. يبقى علشان نفكر أنت مش هتفكر تفكير تقليدي، أنت بتدور على حاجة أكيد ما فكر فيها علشان تخلق لها قيمة في المجتمع وفي نفس الوقت الناس محتاجاها. آه آه ويعني و و أنا عايزة أبص على يعني أو أضرب مثال أثناء وقت كورونا لو لو بنبص على حاجة الناس محتاجاها حاجة بسيطة جدا لو بنبص للسيدات المحجبات كانوا بيحتاجوا ال 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 الكمامة بتتربط ورا يعني بتتحط ورا الودن طب هي محجبة كل شوية هتفتح ال... ال الطرحه وتحط الكمامه ورا ودنها اخترعوا الشريطه البلاستيك اللي بسنون علشان تربط الكمامه فيها ورا الطرحه. يعني انا بقول لك على حاجه ازاي يمكن ما كانتش تيجي في ذهن حد ولكن اصبحت فكره وربما قام بها ناس ومش محتاجه المصنع عشان ينتجها وبقت بتتباع في كل مكان وفي كل حته لحل مشكله او احتياج نشأ لدى الناس. طيب تعالوا نشوفوا الخطوه او تعالوا نشوف الخطوه الثانيه. اللي هي نطورها المربع اللي بعدها او الخطوه اللي بعدها عشان كده هي عمليه نطورها جبنا الفكره وقعدت قعدنا نشيل فيها ونحط فيها ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وايه اللي آآ آآ طب نطورها ازاي؟ طب نزود عليها ايه؟ نقلل منها ايه؟ طب دي هتنفع تتعمل على ارض الواقع؟ لا الحته دي شويه هتبقى صعبه فعمالين بنعمل تطوير للفكره، يعني الفكره عمرها حتى لو احنا آآ يعني آآ اخترعنا فكره مش بسهوله كده خلاص هناخدها ونطبقها على ارض الواقع العمليه مش سهلة، ده معناه انه لما يكون في شاب ناوي خلاص ان هو يعمل هيز اون بيزنس فهو مش الوقت مش مش لازم يقول انا بسرعة بسرعة عايز اعمل، لا هو محتاج الوقت عشان يقدر يفكر في فكرة اوت اوف ذا بوكس وفي نفس الوقت يقدر ان هو يديفلوب الفكرة بتاعته ويشيل ويحط عليها طبعا مش لوحده بمساعدة ناس تانية النقطة اللي بعد كده هيبدأ بقى يدور على أهم نقطة اللي بتشغل ناس كتير جدا وناس كتير بتقعد تقول هي دي بقى العقبة ويمكن في ناس بتفكر الأول في النقطة دي قبل الخطوتين اللي فاتوا. فبتقول طب أنا هجيب لها تمويل منين؟ الفكرة دي أنا محتاج فلوس، لو أنت معاك فلوس هتعمل كل حاجة، لو مش معاك فلوس آآ آآ مش هتعمل حاجة. لو أنت معاك بقى صحيح الفكرة أنت هتعمل كل حاجة، لو أنت مش معاك الفكرة مش هتعرف تعمل حاجه فخلينا نبص على التمويل بيجي ازاي مش لازم نبتدي كبار قوي فانت هنا بتدور على تمويل ربما يكون تحويشتك انت الشخصيه مصروفك انت الشخصي فهتدور على حد حد من اهلك بيشجعك بيشجع الفكره حد ممكن يكون هيتبناك لو انت مؤمن بفكرتك جدا هتمشي وراها وهتمشي وراها كتير قوي ربما يعني تلجا الى احد الداعمين ليك علشان يسندك ويخليك تمول فكرتك بس هو بإيمانه وبتمويله وأنت بفكرتك فممكن تلجا لرجل اعمال يعني هذا يعني اذا استلزم الامر يعني. طبعا ده بيتوقف على طبيعه الفكره ونوعها يعني واحتياجها للتمويل قد ايه. بعد كده في الخطوه الرابعه بيقول لنا طيب خلاص احنا جبنا التمويل ما تيجي نبدا نعمل النموذج النهائي وننزل بيه على ارض الواقع بتبدا تخطط بقى طب انا هشتغل فين هشتغل في مكان انا هجيبه ولا هشتغل في احضان مكان في احضان مكان هنا بتيجي المسمى بتاع طب انا هروح ادي الفكره بتاعتي او اقعد بالفكره بتاعتي في مكان في حاضنه اعمال او في نادي رياده اعمال زي نوادي رياده الاعمال والنوادي التكنولوجيه اللي بنسمع عنها دلوقتي ولا انا هروح اعمل ايه طب, هح... طب هجيب حد يساعدني ولا انا هبقى لوحدي طيب طيب انا محتاج ناس تبقى كواليفايد ولا في الاول محتاج حد بس يبقى واقف معايا على قده ومش يبقى التعليم اللي هو ولا الفكر اللي هو ولا دارس ولا الكلام انا محتاج ايه بالظبط فانا محتاج الم بقيه عناصر المشروع الصغير بتاعي وخليك فاكر وحاطط في دماغك ان كل حاجه يبقى فيها ترشيد في النفقات في الاول بعد كده طيب هو حضرتك فاكر اول ما هتنزل السوق هتكسر الدنيا لا طبعا لازم يكون عندك from the first ان انت هتتعرض لتحديات ومشاكل والفكرة بتاعتك هتفشل مرة واتنين وتلاتة ولكنها هتقف تاني على رجلها ومش هتنجح من اول مرة والناس مش هتقتنع بيها من اول مرة فهنبدأ ان احنا نتحمل السوق وهندخل اصلا واحنا عندنا المفهوم ده لو دخلت بمفهوم انك ناجح ناجح الفكرة آه، ربما ما تنجحش وربما تتعرض بقى لاحباط لان ده هيكون عكس ما توقعته تمام؟ نيجي بعد كده رقم سته اول ما مشروعنا هيبدا يثبت نفسه ويبدا يخطو اولى خطواته نحو السوق ونحو المستهلك ساعتها هنحس ان احنا فعلا بقينا ناجحين. طيب نقدر نقول هنا مبروك انت رائد اعمال؟ اه نقدر نقول هنا مبروك انت رائد اعمال. طيب هنيجي بعد كده هحط ايدي بقى انا قبل شويه قلت لكم احنا هنحط ايدينا على ايه هي النقط المهمه في رياده الاعمال او في المشروع الصغير بتاعي اللي انا هبداه هي النقط دي بالظبط اولا لازم اعرف ان هي عمليه يعني انا مش هدخلها مره واحده اي حد هيبدا مشروع يا شباب اي حد من شبابنا اللي موجودين معانا او من الشباب اللي بيفكر او اللي أولاده بيفكروا في ان هو يبدا مشروع لازم يعرف ان هي عمليه لازم يعرف ان هي ليها خطوات لازم يعرف ان هو هيبتدي الخطوه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا مش مره واحده الحاجه الثانيه لو ما كانش عندك ابداع وابتكار هتلاقي منك كتير قوي في السوق فاذا ما كنتش حاطط في حسابك ان الفكره تاخد وقتها عشان تتخمر فانت في الحاله دي ربما تفقد سوقك قبل ما تدخله تمام لأن في ناس كتير ربما بتكون بتفكر بنفس الطريقة اللي انت بتفكر فيها النقطة الأهم اللي احنا لسه مأكدين عليها من شوية وهي المخاطر إذا لم ت... يعني تتأكد أنك ستواجه وستكون محفوف بالمخاطر فاعلم أو توقف من البداية ولا تكمل المشروع لأن المخاطر موجودة في كل خطوة من الخطوات اللي احنا يعني سردناها دلوقتي. أما القيمة فهي ربما هي التي ستدفعك نحو النجاح لأن لما بتخلق برودكت أو بتخلق مشروع صغير وعارف ان هو بيمثل للناس اهميه فانا عرفت ان انت بتضيف نوع من القيمه للمجتمع او للشخص اللي هو هيستهلك البرودكت بتاعك او الحاجه اللي انت فكرت فيها او الـ الـ زي ما بيقولوا كده انت الفئه المستهدفه بتاعتك ايه؟ انت بتستهدف مين؟ بتستهدف انهي دخل؟ بتستهدف انهي ناس؟ بتستهدف انهي كاتيجوري فده هيخليك بتحدد اكتر ويمكن ربما لو ده متحدد من الاول هيقلل شويه المخاطر والتحديات بعد كده الموارد الموارد مهمه جدا ولازم تعرف ان انت كده كده مطلوب منك طول الوقت ان انت تقلل في نفقاتك وترشد فيها قدر الامكان ولازم يكون عندك بلان بي لو انت تعرضت لازمه ماليه اثناء المشروع فده مهم جدا اتفقنا ان مش بس رياده الاعمال متوقفه على منظمه ان انا بعمل ستارت اب وحاجه جديده، انت ممكن تقلب كيان منظمتك القائمه بالفعل من خلال مشروع ابتكاري غير كيانها وغير حصتها في السوق وغير الناس الكاستمرز بتوعها وغير آآ آآ غير كل حاجه وغير البروفيتي بتاعتها الربحيه والانتاجيه وكل حاجه. فهي مش بس معناها لان الناس في مجتمعنا العربي يمكن بالذات بيربط ما بين انه تكون الفكره جديده وانك تعمل حاجه مشروع من اول وجديد، ربما تكون منظمتك بالفعل قائمه ولكنك حبيت انك تعمل ثوره فيها فده هيساعدك كتير ايضا في يعني في هذه النقطه ان هي مش مرتبطه بس بحاجه قائمه. خلينا نروح ليه الناس كلها بقت تهتم برياده الاعمال. ليه الناس كلها دلوقتي بقت بتتكلم رياده اعمال بتاكل رياده اعمال بتشرب رياده اعمال ايه السبب؟ اول حاجه كل الدول ذات الاقتصاديات العظيمه التي نراها الان هي في اصلها بتقوم على مشروعات صغيره ومتوسطه. فحضرتك بتحقق الثروه من خلال ان انت بتوفر منتج جديد بيلبي مهام معينه وبيلبي احتياج معين دي اول حاجه. معقوله بتعمل نمو اقتصادي؟ اه طبعا يعني هناك اقتصاديات يعني نرى بعض الدول مثل يعني التي صعدت فجاه وكونت اقتصاديات ضخمه وهي دول صغيره جدا وربما كانت في مصاف الدول الناميه زي سنغافوره، ماليزيا، كل هذه الدول قائمه على الصناعات الصغيره والمتوسطه. أمريكا في يوم من الأيام أو الولايات المتحدة الأمريكية كانت قائمة على مشروعات صغيرة ومتوسطة هنشوف دلوقتي نسبة قد إيه موجودة في هذه الدول طب أنا ممكن أنافس اه هي كل الحاجات اللي كنا بنستوردها من, من الصين والتي تغزو الاسواق العربيه هي كلها مشروعات صغيره ومتوسطه ويتم عملها عن طريق مجموعات عمل ربما عائليه يعني منتجات ابتكارية صغيرة يحتاجها العالم ربما بيفكر فيها بشكل مختلف من وجهة نظر المستهلك فأصبحت تغزو السوق وتسد احتياجات معينة يعني أنا أتذكر في يوم من الأيام كان هناك منتج في أحد الأسواق يعني في أسواقنا طبعاً يعني عصا طويله وفي يعني في نهايتها من هنا يد وفي نهايتها من هنا تلبسه الحذاء فقط هو استطلع ان هناك بعض الاشخاص يحاولون يعني ان هم يعني يهرشوا ظهرهم او حاجه فمش طايلينه فيعني يستخدموا هذه الاداه. فانظر الى هذا التفكير وهذه الـ 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 الابداع في, في أنه هو يفكر هو ايه اللي ممكن يكون محتاجه شخص وممكن المنتج ده لما ينزل السوق يعني يحقق او ينال القبول يعني تمام ف يعني هناك اشاره للشاحن تقريبا بس مش عارفه عندي ولا فين يعني تمام ف دي من ناحية مدى التنافسية، يعني مدى التنافسية هذا برودكت مبدع جدا لدرجة أنه هو أدرك إنه ربما لا يكون له مثيل في الأسواق ونزل بيه للسوق وبالتالي حقق حجم مبيعات كبير جدا. كمان أنت بتوفر للناس بتغير المنتاليتي بتاعت الناس، طريقة تفكير الناس، طريقة تفكير إن أنت تلتحق بالوظيفة والوظيفة دائمة لدى صاحب عمل سواء كان قطاع خاص أو سواء كان قطاع حكومي، هذه الفكرة يعني حاول إن هو يخرج بعيد عنها وده في حد ذاته على فكرة ابتكار وإبداع لأنه بيقول لك حضرتك قادر أنك تبقى امبلوي وامبلوير في نفس الوقت أنت عامل وصاحب عمل في نفس الوقت أنت مدير وأنت مالك في نفس الوقت مالك للمشروع وفي نفس الوقت إدارة وملكية هو متمثلة في حضرتك فده في حد ذاته تغيير في ثقافة المجتمعات طب ده هيقلل البطالة طبعاً وهنشوف دلوقتي ساهم قد ايه في دول كتير في انه يقضي على البطاله هيوفر وظايف هيحقق منافع كتير للناس اكتفاء ذاتي كمان زي انا ما قلت لكم اخر نقطه اللي هي تغيير ثقافه المجتمع للافضل تخيل لو كل المجتمع كل الشباب اللي فيه والافراد اللي فيه بيخرجوا من تعليمهم ومن مجتمعاتهم الى هذا العالم بهذه الثقافه فهو هيشتغل هو طالع بيشتغل على طول على هذه الطريقة وربما هي الطريقة الأفضل في نهوض العديد من المجتمعات هو مش مستني حضرتك تقترح عليه هو اللي بيقترح عليك وهو اللي بيشتغل و... ومستني بس الدعم من حضرتك كمجتمع طيب يبقى النموذج اللي عندي مبدئيا هو ده هو أنا علشان أطور ال... ال... ريادة الأعمال مبدئيا أنا محتاج إيه انا محتاج ده محتاج في اول حاجه عوامل ثقافيه واجتماعيه بدايه من الاسره الشخص او الشاب بينشأ في اسره، اذا لم تكن هذه الاسره بدايه من الاب والام والمجتمع بيدعم فكرتك وبيقول لك انت ممكن تكون صاحب عمل بدون ان تكون او ان تعمل تحت امره شخص سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام، ازاي انت يكون عندك فكرتك حتى لو طورتها بالشراكه مع احد وبمعاونه احد هذا هو المطلوب. تمام؟ لو لو البيت كده اعتقد انه ده في حد ذاته ما بيحسسش الشاب بنوع من الخوف انه يقدم على على مثل هذا العمل، لكن لو الاسره مش كده طب ما طبيعي ان هي هتخلق آه شخص آه يعني خائف من آه ارتياد السوق ومن انه يعرض فكرته للسوق. طب التعليم؟ نظام التعليم مهم جدا واعتقد ان معظم دولنا العربيه اصبحت ومصر على راسهم اصبحت بتضع فكره تدريس ماده رياده الاعمال رياده الاعمال داخل المقررات. الطفل الصغير عنده مادة وعنده محاضرة اسمها ريادة الأعمال ده في حد ذاته اهتمام كبير جدا وإن الطفل من البداية بيعرف يعني إيه ريادة الأعمال طب ممكن يقدم إيه في مبدع طب إمتى يقدم فكرته طب إزاي يقدم فكرته ومش بيقدم الفكره بس وبيسيبك انت تشر يعني ممكن يقدم لك الفكره وطريقه تمويلها هو بيخلق عنده هذا منذ الصغر وبنرى نهضة اليابان وقت ما خرجت من الحرب العالمية كان عندها فكر ان هي مش هتقدر تبدأ نهضة الا اذا علمت الجيل اللي هو كان عليه الدور اللي هو كان اقل جيل او اصغر جيل عندها هو ده اللي كان هيبني اليابان فالتعليم هو هنا اه اساس الحكاية تمام؟ المجتمع طبعا لو المجتمع بيساند الفكره دي طبعا برضو هتبقى سواء بقى رجال اعمال، سواء قطاع خاص، سواء آآ آآ يعني آآ الاعلام وهنشوف قد ايه دور الاعلام الريادي دلوقتي كل ده بي بيساند فكرتك. طيب، طب انا المطلوب مني ايه؟ المطلوب من حضرتك انه لو حضرتك عندك فكره لازم يكون معاك الناس دي كلها معاك. ال, ال, ال كل العناصر دي معاك. بتدفعك بتقويك بتسندك طب انا مجتمعي مش كده لا اعتقد انك تستطيع انك تقيم فكرتك وتخلق منها مشروع صغير او متوسط وتجد الدعم بالعكس هتكون بقى هنا حجم المخاطرة اكبر مش معناها انك ما تبدأش ولكن معناها ان حجم المخاطرة هيبقى اكبر حجم التحديات هيبقى اكبر طيب المطلوب مني ايه مطلوب مني ان انا اكون قادر بقى على مواجهة التحديات وان انا ما اتوقعش النجاح من الوهله الاولى. طيب ننتقل الى امكانيات البيئه وقلنا سواء النظام التعليمي او المؤسسات الحكوميه اصبح الان هناك تشريعات تسن وقوانين توضع من اجل حمايه رائد الاعمال وافكاره وحمايه ملكياته الفكريه وهكذا كل ده اصبح موجود اصبحت المؤسسات الحكوميه والدول بتسن قوانين للحصول على القروض والقروض الصغيره، قروض المشروعات الصغيره والمتوسطه، وازاي ان انت تحصل على على قروض بفوايد ميسره اصبحت موجوده، فلو ده مش موجود هل هل معناه ان انا هبقى قادر؟ لا طبعا مش هتبقى مش هقول مش هتبقى قادر ولكن هتواجه صعوبه في هذا الامر. البنيه التحتيه ونظم المعلومات ده طبعا مهم وهنشوف دلوقتي ازاي. طيب خلينا سريعا كده نمر على أهميتها في الاقتصاد عشان موضوع التنمية المستدامة. 90% في الميه من إجمالي الشركات حول العالم هي مشروعات صغيرة ومتوسطة، كمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة دلوقتي موجوده في كل اجندات التنميه المستدامه الموجوده اللي هي 2030 رؤيه الدول 2030 بنلاقي فيها تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه احد اهم اهدافها تمام هل ده مش اهتمام لا طبعا اهتمام طيب هو انا لما اهتم بالمشروعات الصغيره والمتوسطه معناها انا بهتم برياده الاعمال هي المدخل حتما لرياده الاعمال عشان في بعض الناس بتفرق ما بين الاثنين الاثنين علاقتهم سبب ونتيجه. إذا كان بي المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهناك أنا أعتقد أن ريادة الأعمال هي فكر ولكن مشروعات صغيرة والمتوسطة هي عملية هي حركة هي بلان على أرض الواقع ولكن ريادة الأعمال هي الترجمة المعنوية غير الموسى لمن يمتلك المتوسطة. يعني ريادة الأعمال هي الامبريلا اللي, اللي أساسها والعمود بتاعها والمركز بتاعها والمحور بتاعها هي المشروعات الصغيرة المتوسطة هي اللي بتنتج حاجة اسمها ريادة الأعمال وده بيحصل نتيجه المفاهيم دي بتتغير ليه؟ بتتغير نتيجه انه بيحصل حاجه اسمها Paradigm Shifting انه كل نموذج بيجي بياخد له فتره بيتغير الكونسبت مع تغير البيئه اللي موجود فيها، ده طبيعي جدا، المسميات بتختلف نتيجه اختلاف البيئه ونتيجه اختلاف الظروف فبتخلق مفهوم جديد اعتقد ان هذا هو التطور في المفهوم ليس اكثر يعني. معظم الانشطه الكبيره اللي, اللي اللي بنشوفها في العالم هي في الأساس مشروعات صغيرة ومتوسطة يعني لكم أن تقرأوا مثلا في قصة كنتاكي لكم أن تقرأوا في قصة ماكدونالدز لكم أن تقرأوا في قصة كل المشروعات التي تغزو العالم والتي أصبحت مالتي ناشنال والتي أصبحت شركات متعددة الجنسية هي في الأساس مشروع صغير بدأوا شخص واستطاع أن ينميه شايف عشان كده بنقول خطوات خطوات ولا ليست مرحلة واحدة هي مرحلة مجزأة في هاي الأمر الآخر يعني كل ما كان هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ده أصلاً بيدعو إلى انك تفكر في رياده الاعمال، يعني رياده الاعمال هي خطوه يعني بعديه وليست قبليه للمشروعات الصغيره، يعني لا يمكن ان تفكر في رياده الاعمال ولا يكون عندك مشروعات صغيره ومتوسطه. انت تفكر في تنميه رياده الاعمال على اساس ان لديك ارضيه خصبه فيها كل اللي احنا قلناه من شويه لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، بالتالي من الممكن ان تفكر في ان يكون تكون دوله مهتمه برياده الاعمال. يعني خليني لا أسرد في هذا الأمر ولكن العلاقة واضحة ما بين ريادة الأعمال وكمان في نقطة مهمة أحب بس أن أنا أضيفها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشخص صاحب المشروع الصغير أو المتوسط هو نفس مهارات وإمكانيات المطلوبة لوصف رائد الأعمال يعني رائد الأعمال هو الشخص الذي يتولى مهمه إنشاء والحفاظ على والاستمرار في مشروع صغير، تمام؟ عشان كده ما بنقدرش نفصل المفهومين. ده ببساطة العلاقة ما بين المفهومين. طيب، هحاول هنا بس أبسط لكم الدنيا مفهوم ريادة الأعمال فوق، يعني دي البيئة أو الإطار العام عشان أنمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هحط فيها ريادة الأعمال كمفهوم بس لا أكثر ولا أقل. وهاخد البعدين التانيين وهي تنميه المورد البشري اللي ممكن يقوم بمشروع صغير تمام لازم يكون عندك شخص يقدر يقوم على انه يتولى المخاطره في انشاء مشروع صغير ويتولى ادارته ويتولى مخاطره ويتعامل مع تحدياته تمام كده وفي الناحيه التانيه عندك الابتكار اللي بيقوم عليه والثقافه البيئه الخارجيه بقى والثقافه اللي موجوده والقيم وكل ما سردناه اللي هو التعليم تخيل هو جوه هذا البوكس حاطط لك كل العناصر التي اذا توفرت انت وضعت الاطار العام لكي يكون عندك خطه متكامله لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، اذا لم يكن عندك بنيه تحتيه، اذا لم يكن عندك قانون او اطار قانوني بما فيه من قوانين وضرائب خاصه بالضرائب وخاصه بحمايه الملكيه الفكريه وخاصه بكل هذا، اذا لم يكن عندك مورد بشري يفهم ويعي معنى المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال إذا لم يتوفر كل هذا فأنت ليس لديك إطار متكامل لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خليني أروح لأهميتها في الاقتصاد القومي سريعا إحنا قلنا من شوية قد إيه هي ممكن تساهم في عملية التوظيف وترفع عبئا عن كاهل الاقتصاد وعن كاهل الدولة في توظيف أعداد لا حصر لها على ولا عد تنتظر في صفوف التوظيف الحكومي كذلك تغذية المشروعات الكبيرة يعني بمنتهى البساطة أي مشروع كبير ضخم لابد وأن ترى حوله مجموعة من الصناعات المغذية لهذا المشروع يعني لك أن تتصور مثلا لو أني بتكلم على شركة بترول آه هناك صناعات آه مغذيه صغيره لهذه آه هذه الادوات الصغيره المتعلقه بالوعاء اللي بيتم وضع الخام فيه هذه الاسلاك هذه الـ الـ هناك حاجات كثيره جدا آه حضرتك بتحتاج عشان المشروع الكبير فالمشروع الكبير ما هوش كبير لوحده المشروع الكبير هو كبير آه بما فيه من آه مشروعات صغيرة تمام هناك أيضا حل لمشكلة عدم التوازن الإقليمي طب إيه المقصود بعدم التوازن الإقليمي بمنتهى البساطة التنمية تختلف من مناطق إلى مناطق وتختلف من دولة إلى أخرى وتختلف من محافظة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة أو من مدينة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة وبجانبنا هناك مقومات اقتصاديه وبشريه في بعض المدن في المدن الاخرى فكون حضرتك بتفكر في كيفيه تنميه هذه عدم المساواه وعدم العداله الجغرافيه في ما تمتلكه من موارد ما تمتلكه من موارد سواء بشريه او اقتصاديه بتحاول انك تحل هذه المشكله من خلال اللي يكون فيها تنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زي مثلا لو تخيلنا في المنطقة الريفية مثلا بتجد الأنشطة غير المنطقة الصناعية أو غير المدينة فالفتيات الريفيات او النساء الريفيات بتبدا ان انت تفكر في المشروعات الصغيره والمتوسطه وهم يعني زي ما بنشوف في حالتنا المصريه تم الاهتمام بالريف بشكل معين انه السيدات تقوم ب يعني المشاركه في الانتاج والمشاركه في اقتصاديا في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها بحيث ان هي تستكفي ذاتيا من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني هذا مثال بسيط أيضا استعاب أعداد كبيرة من العمالة دون أنك تحتاج لرؤوس أعمال يعني في حالة التوظيف أنا بحتاج أن أنا عشان أوظف عدد كبير من العمالة يعني أن أنا أبني مصنع أو أبني حضرتك مش محتاج ده في ظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عشان كده المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدعم التنمية المستدامة آه كمان آه آه مش مهم ان يكون عندك آه مشروع متخصص في كذا حاجه يعني انت لو بتتخصص في انتاج حاجه صغيره جدا فده في حد ذاته معناه ان حضرتك آه يعني آه مهم جدا بالنسبه للمشروع الكبير فاهميتك من اهميه هذا الجزء من المشروع الكبير تمام آه حل يعني عايزين نغير اه زي ما قلت دلوقتي في حاله الصين يعني حضرتك بت... يعني ممكن في بعض الاحيان لما بيكون عندك اهتمام كبير في المشروعات الصغيره والمتوسطه فانت بتتوجه ناحيه التصدير طبعا مش موجود في كل الدول ومش موجود في كل الاوقات ولكن زي انا ما ضربت حاله الصين دلوقتي معظم المنتجات هي مش... هي صناعات صغيره ومتوسطه ولا تحتاج الى مصانع كبير وفي غالب الاحيان بيجي لنا حاجات يدويه يعني حاجات ما احتاجتش المكن ولا احتاجت لي مجهود ولا طاقة ولا كهرباء علشان تنتج هذا المنتج أه هلبي على الأقل لو أنا مش هصدر هلبي احتياجات السوق المحلي تمام أه لو أنا يعني أه مش هصدر أنا يكفي أن أنا ببتكر أه حاجة صغيرة أو منتج صغير لسد يعني هي على درجه من الابداع لسد احتياج معين في وقت معين يكفيني هذا فده ده كلها اهميه للمشروعات الصغيره والمتوسطه. طيب هو انا ممكن يكون عندي مشاكل وانا يعني ببدا مشروعي الصغير اه. لو في عدم استقرار للقوانين او في عدم وجود للقوانين اصلا التي تحمي ملكياتك الفكريه هتبقى خايف على الفكره بتاعتك وهتبقى خايف انك تاخد قرض يعني في بعض الدول وخاصه الدول العربيه بنلاقي انه ممكن يديله القرض ولكن مش مهم هو واخده ليه في حين ان هو بيبقى واخده عشان مشروع صغير ومتوسط يعني انا اعتقد انه حاجه من التوصيات اللي ممكن الندوه تخرج بيها انه لازم يكون عارف لو هو هيخرج ب او او محتاج القرض ليه مشروع صغير او متوسط ان يتم توفير الدعم الفني له يعني مش ضروري بس يكون دعم مالي ولكن دعم فني ايضا ودعم اداري ودعم عمل دراسات جوده جدوى علشان التاكد من جدوى الفكره نفسها فده في حد ذاته ربما يساعد في انه ما يتمش افشال الفكره قبل ولادتها يعني دي نقطه النقطه الثانيه لازم آآ آآ تكون عارف ان خدمات النقل والخدمات العامه والبنيه التحتيه عدم توافرها على حسب طبعا مشروعك الصغير ده هل هي مهمه ولا مش مهمه يمكن هتجيب الخام بتاعك هتجيبه على مسافات او هتجيبه بمكان لا يتوفر فيه خدمات نقل مثلا او بنيه تحتيه او كهرباء إلى ذلك يعني من الـ الـ الاحتياجات يعني أو الخدمات عدم المر... ارتباط المشروع الخاص باتحادات ترعى مصالحه طبعاً لو في اتحاد بتلجأ له عشان يحل المشاكل اللي قد تتعرض لها ربما ده هيساعد أكتر في أنه المشروع يكون يشعر بنوع من الأمان فده مش موجود ايضا عدم وجود عداله في توزيع الاستثمارات الخاصه ربما الاستثمارات في المشروعات الصغيره والمتوسطه ليست بهذا الحجم اللي في المشروعات الكبيره ده الكلام اللي احنا قلناه من شوية اللي هو اقتصار دعم البنوك على الدعم المالي دون الدعم الفني فقط فده بيفشل المشروعات برضو الصغيرة وعدم ملاءمة أساليب الاقتراض لظروف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا نقطة مهمة جدا وهي قصور البيانات والمعلومات المنشورة عن المشروعات الصغيرة هناك العديد من المشروعات الصغيرة اللي هي ناجحة ولكن لا أحد يعلم عنها شيء وربما بيكون لها خط إنتاج يعني خط إنتاج موجود بالفعل على أرض الواقع ولكن لا أحد يعلم عنها شيء نشر قصص هؤلاء الناس وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هيشجع الناس اللي عندها أفكار إن هي تبتدي وإن هي تخوض التجربة وتخوضها بكل قوة وما يعني لا لا تخاف ولا تخجل من انه ممكن يحصل في يوم من الايام ان هي تكون رائد اعمال او تنجح تمام عدم نشر هذه البيانات وعدم وجود الاعلام الريادي يعني اعتقد أنه هو متطلب رئيس في تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه وده مش موجود يعني ربما يعني جميعنا يعني جميعنا يشعر بانه التركيز اكثر او القاء الضوء بيكون اكثر على المشروعات الاستثماريه الكبيره آه، ايضا ضعف تواجد الشركات المساعده في بعض مجالات دعم هذه المشروعات طبعا يعني بتلاقي دايما المشروعات الكبيره مش عايزه يعني تخوض او او يعني او تشارك في ان هي تكون طرف مساند للمشروعات الصغيره خوفا يعني بتعتبرها مضيعه للوقت بتعتبرها ان هي ممكن آه، آه، تفشل آه، فليه انا احط اسمي جنب اسم مشروع صغير آه، ممكن يفشل في وقت من الاوقات كل دي تعتبر نوع من المعوقات هناك عدد من المعوقات الداخلية اللي هي عشان قلت لكم دلوقتي أن بعض البنوك بتعطي الدعم المالي ولكن لا يعنيها إذا كان الشخص ده هيقوم بمشروع صغير ولا لا طيب هو ممكن يكون بمشروع صغير ولكن مشروع صغير لا يعتمد على المواصفات والجودة اللازمة والمعايير والمواصفات بتاعة الجودة أولا أخذ قرض الحاجة الثانية أصبح عليه فوائد والحاجة الثالثة المنتج بتاعه بقى لا يراعي المواصفات والمعايير فأصبح الطلب عليه أقل فبالتالي هنا عدم إيمان صاحب المشروع الصغير بنظم الرقابة والجودة يخلينا نقول أن دي عقبة كبيرة جداً آه، كمان ما عندوش فكرة هو لما يعمل إنتاج حي، خط الإنتاج ده هيروح فين بعد كده ما عندوش فكرة فبالتالي ربما يكون سوء التخطيط لمستقبل الإنتاج بتاعه وهو هيسوق إزاي وهيسوق فين ربما ده يكون عقبة أيضا عدم اختيار مستوى التكنولوجيا وهنشوف دلوقتي ليه مهم لان ممكن بعض الصناعات الصغيره تبقى محتاجه بس ان ان حضرتك تبقى عندك جهاز كمبيوتر بعضها محتاج آه هيعمل نوع من التصميم فمحتاج انه يكون عنده برامج معينه سوفت وير معين او بلاتفورم معينه يعني يصمم علشان آه منتجه عايز كده طيب انا ساعات ممكن اجيب نوع تكنولوجيا عالي قوي انا مش محتاجه واحيانا ممكن اجيب نوع تكنولوجيا اقل او اكبر من اللي انا محتاجه يعني لازم يكون في مناسبه ل التكنولوجيا. آه العديد من اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه ليس لديه لا معلومات اقتصاديه لا يعرف ازاي يعمل دراسه جدوى ولا يعرف ازاي اكس او بعض الخبايا الفنيه الخاصه بالمشروع فلازم يكون من البدايه معترف انه لازم يكون بمشاركه بعض الناس اللي لديهم المعلومات في هذا المجال ضعف القدرات الاداريه وهنشوف دلوقتي استبيان ده الاستبيان اللي قدامنا بيوضح الاهميه النسبيه، لقيوا ان حوالي 48% من المشروعات الصغيره والمتوسطه بتفشل بسبب عدم صلاحيه وكفاءه الاداره. 48%، لا عنده معلومات ولا ولا يعرف يعمل دراسه جدوى ولا معلومات اقتصاديه ولا معلومات فنيه عن المشروع، ما كل ما هنالك ان المشروع عجبه وانه حب ان هو يخوض التجربه ويكون صاحب مشروع ريادي ولكن للاسف ما استعانش كمان بحد وما حاولش يستعين بفريق يعني حتى في في الحد الادنى انه يساعده على الالمام ببعض الـ الـ يعني بعض المعلومات الفنيه حول المشروع بتاعه عشان كده بنقول يا ريت ما يكونش تقديم البنوك للمساعدات التمويليه قائم فقط على الدعم المالي دون الدعم الفني لان حضرتك بتتركه وشانه وبتتركه وافكاره دون انك تحط له اطار يساعده ازاي يتبنى هذا المشروع ويمشي فيه بخطوات سليمه يعني ما بتوجهوش الوجهه الصحيحه تمام، طبعاً أقل حاجة عندنا خالص وهي الـ الـ يعني طبعاً هناك عدم توازن الخبرة ولكن هناك ايضا الكوارث، يعني الكوارث يعني اعتقد التكيف مع ظاهره كورونا كان امر صعب واعتقد استاذ محمد ان شاء الله باذن الله رائد الاعمال الشاب الصغير الجميل ان شاء الله باذن الله يقدر يقول لنا هو اتعامل ازاي مع ازمه كورونا لان ازمه كورونا للاسف غيرت مسار العديد من الاعمال فما بالك يعني الاعمال الكبيره، فما بالك والاعمال او المشروعات الصغيره فطبعا يعني أعتقد أنه سيكون مفيد في هذا الجانب، طيب هو أنا مطلوب مني يعني مطلوب مني إيه؟ يعني انا مطلوب مني انه اغير فلسفه التعليم انا محتاج ان انا اغير فلسفه التعليم ولازم كل الطلبه في جميع المراحل التعليميه يكون عندهم هذا الفكر واعتقد عندنا الجامعات في الدول العربيه لا جامعه تخلو من نوادي رياده الاعمال ومدى ارتباطها بمؤسسات البحث العلمي وتشجيع الافكار الرياديه وتبنيها ويعني و... يعني انا بحكي عن نموذج عندي في بلدي اصبح اليوم تبني هذه الافكار على درجه عاليه جدا لدرجه انهم افكارهم بيتبناها أكاديمية البحث العلمي وتعمل يعني تعمل لهم حماية حماية ملكية فكرية وتتبنى هذه الأفكار وتسعى إلى تمويلها والبقاء ورائها حتى تصبح هذه الفكرة حقيقة على أرض الواقع فيعني هذا بيحدث فعلا مع طبعا احتياجنا لمزيد من الايه من التركيز على هذا الشأن. رسم خريطه استثماريه قوميه للمشروعات الصغيره طبعا يعني هي تحتاج الى ماسسه، تحتاج الى هيكل لوحده، هيكل تنظيمي ومؤسسي واداري وفني كبير لوحده، ورسم اهداف وتخطيط مستقبلي لما يجب ان تكون عليه هذه المشروعات الاستثماريه، ودايما في بعض الاحيان ما بنلاقي،, بنلاقي هناك صعوبه انك تربط ما بين كلمه استثمار وكلمه مشروعات صغيره، يعني كيف يكون الاستثمار في المشروعات على هذا المفهوم فقط في المشروعات الكبيرة والمشروعات العملاقة ولكن كيف يكون الاستثمار في المشروعات الكبيرة يعني أصبح في المشروعات الصغيرة أصبح مطلب أيضا الإعلام الريادي و... واعتقد زي ما قلت قد ايه اهميته احنا مش بنلقي الضوء على السكس ستوريز بتاعت ال... المشروعات الصغيره لا ننتبه اليها كثيرا لا نلتفت اليها كثيرا كذا يمكن بتهرب من مساندتها المشروعات الكبيره لان ربما تشعر في بعض الاحيان انه طب ماذا لو فشل هذا المشروع؟ ماذا لو لم يستكمل؟ يعني ايه هيكون موقفي كمشروع عملاق او صاحب مشروع عملاق بيساند مشروع صغير؟ آ... يعني ه... هذا كل ما يعني طبعا يعني مش عايزه يعني اسرد في هذه ال... 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 السلايد يعني ولكن هي ببساطه بيبدا ازاي المشروع بتاعك. المشروع في البدايه بيبدا بدراسه جدوى الرياده، دراسه جدوى الفكره بتاعتك. اقتصاديا هيكون شكلها عامل ازاي عليك سواء هتخلق قيمه اقتصاديه شكلها عامل ازاي او هتحتاج الى تمويل مالي عامل ازاي ده كله اقتصاديا طيب هل انت بتقدم لمجتمعك شيء في فئه مستهدفه وهكذا ايضا فنيه يعني انت تحتاج الى دراسه الى اي مدى تحتاج الى الالمام بالمعلومات الفنيه حول المشروع الصغير، ما تتركش نفسك للسوق هو اللي يقول لك وهو اللي يحدد لك وتتصدم وتاخد وقت على ما تدرس ويعدي الوقت وهكذا، فده هيكون صعب عليك جدا. تمام، في النهايه يمكنك انك تولد الفكره بتاعتك وهتاخد حاجتين، يا يعني اما هتبقى بالقبول او بالرفض، يعني بالنجاح او الرفض. لو هي بعد دراسة مدى جدواها حازت على القبول تمام هنشوف الطريق بتاعها هيبقى عامل ازاي طب اذا رفضت او اذا لم تسفر الدراسة الجدوى عن يعني عن قبولها ايه اللي هيحصل بنرفضها وبندور على فكرة تانية طيب قبلناها بنمشي على الخطوات اللي جايه دي، أول حاجة اللي هي الخطوة رقم ثلاثة لو هي ظاهرة عند حضراتكم، تخطيط ما قبل الإنشاء، يعني وضع خطة عمل كلمه بناء القدرات هنا هي سبب الفشل اللي احنا لسه قايلينه من شويه اذا لم يكن عندك القدرات الاداريه لاداره المشروع والوقوف على كل جوانبه ووضع كل ما يتعلق بتمويله ماليا ماديا فنيا اداريا وادارته بالشكل وكل ما يحتاجه هو او الاطار تضع الاطار الذي سوف تعمل فيه لن يكون ده كله اسمه خطه الاعمال وبناء القدرات تتضمن ايه وضع هدف وضع رساله ليك يعني آآ آآ يعني كيف تجد نفسك بعد فتره الى ماذا تامل في المستقبل وضع هدف وضع رساله تصميم اسم الشركه له نصيب من مدى قيمة القيمه الذي سوف يخلقها تصميم اسم الشركه المالك الشخص اللي مالك وصفاته صفات الشخص المالك اللي هي صفات رائد الاعمال اسلوب المشروع الخدمه او المنتج اللي هيقدمه حللت السوق ولا لا؟ شفت الفئه المستهدفه اللي انت عايز تستهدفها ولا لا؟ شفت استراتيجيات الاعمال ولا لا؟ كونت فريق العمل بتاعك ولا لا؟ الخطه الماليه بتاعتك عامله ازاي؟ طيب اذا كان في بند طوارئ او كوارث عامل ازاي؟ وهكذا. ندخل على المرحلة الرابعة إنشاء وتجهيز هتشوف إيه هي التصريح المفترض تستكملها تصريح موافقات اتعاملت إزاي مع الجهات اللي هتساعدك سواء ضرائب أو أماكن عمل تمام هتحصل إزاي على التمويل بتاعك إجراءات وعمل إزاي هنا هذه الخطوة كلها إجراءات كلها إجراءات المكان بتاعك اللي وفرته هل يحتاج إلى إجراءات أم أنه جاهز تجهيز المشروع طب محتاج معدات ولا لأ؟ محتاج تليفون فاكس، كمبيوتر عشان كده بعض الناس بتلجأ لحاجة اسمها حاضنات الأعمال لأنه في الأول مش بيبقى عنده التمويل اللي يقدر أنه هو يعمل بيه كل ده فبيلجا لفكره الاعمال اللي هي اصلا عندها حاضنه الاعمال اللي هي اصلا عندها تصريح وموافقه وعندها وتعاملت اوريدي مع جهات حكوميه ومظبطه نفسها ضريبيا وفيما يتعلق بتصريح العمل وكذلك لديها التمويل رجال اعمال يمولون الحاضنه ربما لا يكون ليك صله مباشره مع يعني مع 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 رجل اعمال ولكن ربما تتيح لك الحاضنه فرصه انك تحصل على تمويل هو في الاساس من رجل اعمال ولكن هو بيتعامل مع الحاضنه مش بيتعامل مع حضرتك فحضرتك ممكن تحصل على كل هذه المزايا او كل هذه المتطلبات في هذه الخطوه تحصل عنها من مكان زي حاضنه الاعمال. ثم تاتي الخطوه الاخرى اللي هي رقم خمسه الخاصه بالتشغيل والاداره وهي تتعلق باداره الموارد البشريه طب التسويق عندك هيبقى عامل كل حاجه فيها اداره، اداره موارد بشريه. الناس اللي عندك شكلهم عامل إزاي تخصصاتهم عاملة إزاي آه مؤهلاتهم عاملة إزاي آه مهاراتهم عاملة إزاي طب هل ده يخدم المشروع ولا لأ آه التسويق هيتم إزاي هل إلكتروني هل آه آه تسويق بشكل معين الانتاج ماذا عن خط الانتاج؟ ماذا عن مواصفات المنتج؟ ماذا عن طريقه تغليفه، تعبئته، تقديمه للفئه المستهدفه، اداره المشتريات والمخازن، كل ما تستلزمه من موارد وهل هناك موردين؟ طب ما صفاتهم؟ كل هذا هتسال نفسك عنه في هذه الخطوه اللي هي خطوه رقم خمسه، الاداره الماليه وطبعا لازم يكون عندك حد آم آه يعني بي بي بيتولّى هذا الأمر إنه آه بي بيتولّى أمر الإدارة المالية وكل ما يتعلق من مصروفات ونفقات وإيرادات وهكذا. بالعكس بيضع خطة مالية كمان وعنده بعض التفكير استراتيجي لشكل ال 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 الأزمات المالية اللي ممكن يتعرض لها أو ال ال السيولة المالية كيف يحصل عليها يعني. اخر خطوه اللي هي التقييم والتطوير وتجديد الدماء طبعا عشان كده بقول لك المشروعات الصغيره الكبيره هي كانت في اصلها مشروعات صغيره حصل لها تطور وحصل لها تقييم اداء مستمر وتغلب على تحديات وتغلب على مشاكل اول بأول ووضع استراتيجيات تطوير اول بأول واستراتيجيات تنميه الاسواق المستهدفه اول بأول وتدريب وتطوير فريق العمل القائمين على فريق فرق العمل اول بأول كل هذا في قلب وعقل هذه الخطوه اللي هي تقييم والتطوير. يعني ننتقل الى الـ 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 يعني عالم التحول الرقمي وايه هي العلاقه ما بين التحول الرقمي وما بين الاعمال الصغيره طبعا اليوم احنا بنحتاج يعني او بنقوم باستهلاك كل ما يتعلق ب التكنولوجي في هذه المشروعات الصغيره ومصغيرة. ربما يعني انقلب وتحول مواقع التواصل الاجتماعي الى تسويق الكتروني لهذه المشروعات الصغيره والمتوسطه وتعددت التطبيقات المحمول التي تستطيع ان انت تنزلها وتتعامل معها وتسوق منتجك بمنتهى السهوله فانا بتكلم عن طور تكنولوجي ازاي او عن حوسبه او عن استخدام البرامج التكنولوجيه كل ما يتعلق ببرامج الحاسب الالي الجاهزه اللي هي السوفت ويرز اللي احنا بنستخدمها تطبيقات الانترنت زي ما قلنا ومراكز او شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقات المحمول كل ده عباره عن تطور تكنولوجي بستخدمه في او تحول رقمي في عالم المشروعات الصغيره والمتوسطه طيب يعني ده نموذج بس كده يعني هو بي بيوري لك ازاي ان كل يعني شكل الاعمال الالكترونيه عامل ازاي يعني لو انت في التجاره بتاعتك او المنتج بتاعك وعايز تاجر فيه ممكن تتاجر فيه الكترونيا فيبقى كل حاجه الكترونيا الفئه المستهدفه بتاعتك اللي هو الزبون الكاستمر بتاعك ممكن يكون انت بتشوف هو فيرتشوال بتتعامل معاه وبتشوف ايه هو طلباته وايه هي requirements بتاعه المنتج بت... اللي هو عايزه وعايزه بانهي مواصفات وبتحاول ان انت توفره وتوصله له كمان لغايه البيت، طب الناس اللي بتورد لك المواد الخام الصغيره برضو بتتعامل معاها برضو من خلال الـ 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 شبكات التواصل الاجتماعي او الـ الـ الانترنت او الايميل ودوت ان انت تشوفهم او هم يشوفوك تمام؟ فده دي تجاره الكترونيه بتوصل بت بتدفع دلوقتي الكتروني من غير ما تشوف الناس وهم كمان بيدفعوا لك من غير ما يشوفوك فده كله حاصل النهارده في مشروعات صغيره جدا بيقيمها رواد اعمال من الشباب. تسويق الكتروني ده طبعا ربما بدا من فتره طويله ولكن طبعا شد حيله جدا مع التطور التكنولوجي ومع التحول الرقمي. فاصبح النهارده كل مواقع التواصل الاجتماعي بتكتظ وتزدحم بالاعلان عن منتجات والاعلان عن خدمات فالتسويق الالكتروني نحن لسنا ببعيدين عنه علشان اقعد اشرحه يعني كل ما يتعلق بانتاج اداره مخزون ايه ناقص عندك ايه هتشتريه موردين وهكذا من مناقصات مو... يعني وهكذا كل هذا اصبح افتراضيا واصبح عبر التطبيقات ال... وعبر الحاسب الالي وعبر مراكز او شبكات التواصل الاجتماعي. طيب احنا بقى عندنا في الدول العربيه احنا عاملين ازاي؟ النقطه دي انا ما كنتش عايزه يعني اناقشها ولكن لقيت ان هي هل انا تجاوزت الوقت الأ... اولا يا... يا دكتور كريم ولا انا تفضل لازلت التكتور. في يمكنك الاستمرار بطبيعه الحال الماده غنية والاستفادة مضمونه وجيده تفضل أشكرك أشكرك. آه يعني آه خليني أروح بقى للدول العربية لسببين. السبب الأول إن كل المشاركين هنا من يعني آه من دول عربية مختلفة وده وطننا الكبير فبالتالي آه أي حد بيبدأ في أي مكان في دولة عربية معينة بيبقى حابب يشوف الدنيا عاملة إزاي طب الشكل المكان بتاعه بينطبق عليه ايه مش بينطبق عليه ايه اللي هو محتاجه اللي هو ناقصه وهكذا دي نقطه النقطه الثانيه يعني, يعني دي نقطه المشاركين والنقطه الثانيه انه ده بيتنا الكبير فلازم نعرف عنه اكتر يعني فخليني اقول الاول الاشكاليات اللي بتواجه الدول العربيه في المشروعات الصغيره والمتوسطه اول حاجه القطاع الغير الرسمي احنا عندنا معظم الانشطه ربما القطاع الرسمي معروف ومعروف قنوات ولكن القطاع غير الرسمي اللي هي المشروعات الصغيره والمتوسطه لا بتلاقي لهم بيانات ولا معلومات ولا قاعده بيانات ولا اي حاجه ولا بتعرف هم طب بيصرفوا قد ايه طب بيجيبوا قد ايه طب بيكسبوا قد ايه عشان كده مهما كانت نسبه مساهمه يعني او نسبه المشروعات الصغيره والمتوسطه وحجم المشروعات الصغيره والمتوسطه كبير في الدوله ليس له اي قيمه بدون ان يكون تم ادماجه في القطاع الرسمي طب ده بيحصل ازاي ده بيحصل من خلال الاستراتيجيات التي بتقيمها العديد من الدول اللي اللي النهارده على عتبه النمو بشكل كبير وده عندنا كمان في مصر ان خطط الشمول المالي وده طب الشمول المالي بعيد عن التحول الرقمي لا ابدا الشمول المالي يتم عمله من خلال التحول الرقمي والديجيتالايزيشن فعشان كده بقول لك لو نسبة القطاع غير الرسمي لازال في بلاد معينة، وخاصة في وطننا العربي، بيكون كبير، ففرصة إن مساهمتها في النمو الاقتصادي بتكون صعبة جدا، طب بنتغلب عليها ازاي؟ خطط الشمول المالي، تمام؟ طيب ندرة البيانات والإحصاءات والإحصائيات طبعا أنا يعني من شوية قلت إنه ندرة البيانات عن المعلومات الصغيرة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سبب في كذا حاجة سبب في عدم نشر المشروعات الناجحة عدم أخذ الشباب أو خوف الشباب من أخذ روح المخاطرة وأخذ مبدأ المخاطرة في أن يبدأوا عملهم الخاص بيهم ندرة البيانات والإحصائيات بتمنع او بتحجب جزء من اسباب الفشل لبعض المشروعات فما بيخليش الناس تتعلم من سبب الفشل ايه نظره البيانات والاحصائيات ما بتخليش يختار المشروع الصح علشان يبدا فيه وعشان يستثمر فيه فبيبقى مش عارف يختار ايه طيب تعدد المفاهيم والتعريفات اه النقطه دي مهمه جدا لانه يعني احنا عندنا بطبيعه الحال بتلاقي المفاهيم مختلفه، يعني ما يمثل مشروع صغير لدي لا يمثل مشروع صغير لديك. يعني في بعض الدول العربيه بتعتبر انه المشروع الصغير هو الذي يبدا بحجم عماله وليكن 5000 شخص، ولكن في دول ثانيه 300 شخص، في دول ثالثه شخصين او ثلاثه، فحجم الاشخاص المشاركين، نوع النشاط، بيخليك يختلف هل ده مشروع صغير ولا لا فبطبيعه الحال تعدد المفاهيم وعدم توحدها بيخلي في المعلومات حوالين المشروعات الصغيره والمتوسطه متضاربه وغير مفهومه وغير واضحه فهنلاحظ كمان بقى الاهميه الاقتصاديه للمشروعات الصغيره والمتوسطه بتختلف ما بين الدول العربيه ربما في يعني هناك خمس دول عربية بتستحوذ علي أكثر من ستة في المية من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. أولهم مصر 42.7% من في تليها السعودية ثلاثة من عشرة في المية ثم الجزائر 12.4% من عشرة في المية وأخيرا تونس عشرة وخمسة في المية واليمن آخر حاجة 7% في المية بقية الدول بينخفض فيها عدد هذه المشروعات وقلنا برضو إن ربما تختلف هذه الإحصائيات نتيجة الاختلاف معنى ومفهوم المشروع الصغير والمتوسط يعني ربما يعني أنا استندت هذه الإحصائيات إلى معنى معين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمام الأهم من ده بقى أن رائد الأعمال أو الشباب اللي معانا يبصوا للمشروع أو يبصوا للدولة بتاعته هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندها متركزة في إيه ما هو عشان يعرف يختار وعشان يعرف يقرر وعشان ما يتحملش حجم مخاطرة كبير وعشان ما يفشلش بدري أو كده لازم يكون عارف هو أكتر ممكن يستثمر في أنهي قطاع أفضل في دولته فعندنا قطاعين الخدمات والتجارة في كل من السعودية والتجارة والسعودية والجزائر يعني أكبر نسبة بنسبة 82.8% و82.1% و 82 على التوالي ما بين السعودية والجزائر في قطاعين إيه؟ الخدمات والتجارة تليهم اليمن وبعد كده لبنان أنا أعتقد أن لبنان لا لبنان كده النسبة الأكبر في قطاعي الخدمات والتجاره تليهم السعوديه ثم الجزائر واليمن و يعني الترتيب هو النسب محطوطه ولكن الترتيب اعتقد ان هو ترتيب غير مظبوط يعني تمام فالسعوديه 82% لبنان 90% اكبر دوله وقطر 89.4% تليها ترتيب الدول بقى الامارات 88% المهم ان هذه الدول منشآتها الصغيرة والمتوسطة تتركز في قطاعي الخدمات والتجارة أما قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية تونس جت أكبر حاجة 66.8% وفلسطين تونس وفلسطين وفلسطين 73 يعني أكتر بكتير كمان الصناعات التحويلية والخدمات التجارة في الكويت برضو في قطاع التجارة في الكويت بنسبة 55% مساهمة هذه المشروعات بقى في الناتج الاجمالي المحلي للدول بتاعتها كالتالي 16% في فلسطين المشروعات الصغيره والمتوسطه بتساهم في الناتج الاجمالي المحلي تمام في لا مش عارفه دي ايه 40 40% حوالي 40% في مصر والاردن وفي الشرق الاوسط وبقيه افريقيا حوالي 50% فلازم تعرف قد ايه هو النسبه بتاعت بلدك قد ايه فيها ونوع القطاع اللي بيتم الاستثمار فيها ودرجه مساهمتها في النمو الاقتصادي قد ايه. في الحاله دي هتعكس لك اهميه تفكيرك في مشروع صغير. هننتقل الى مساهمه المشروعات الصغيره والمتوسطه في التجاره، ما هي مش كل المشروعات الصغيره والمتوسطه احنا لسه من شويه هل بقدر اصدر ولا ما بقدرش؟ يعني في النهايه هل ينتهي بها الى الاستهلاك المحلي او الى السوق الخارجي فده مش كتير هنلاقي اكبر حاجه في تونس ولبنان والاردن دول اكبر دول عربيه بيبقى فيها تصدير بره في بقى يعني بالنسبه مؤشر اللي هو مؤشر التنافسيه المشروعات الصغيره والمتوسطه المؤشر ده لابد من متابعته والاهتمام بتنميته اولا هو بيتكون من 39 مؤشر كلهم كده تم حصرهم او تجميعهم في ثلاث مؤشرات رئيسيه اول حاجه القدره على الاتصال قدره المشروع ده على الاتصال او المشروعات دي على الاتصال وقدرتها على التغيير وقدرتها على المنافسه وتم تجميعهم طلع اكتر حد مين الاردن وتونس والمغرب كان افضل ثلاث دول ادائها على هذا المستوى هي افضل ثلاث دول تمام للثلاث مؤشرات اللي تم تطويرهم تمام فهذا المؤشر برضه مهم ان احنا نهتم بيه في الدول العربية ونرصد تحركاته ونرصد صعوده او هبوطه وأسباب ذلك ده هيساعدنا كتير جدا. طيب آه لكن طبعا لو احنا قر يعني بنقارن ما بين الدول العربية ودول زي الصين مثلا هنلاقي ان هذا المؤشر يعتبر قليل جدا بالنسبة للدول العربية عن دول ثانية. آه طيب هي الدول نرجع بقى للرقمنة هي الترتيب بتاع الدول ومدى المساهمة يعني أو مدى استخدام هذه المشروعات لمتطلبات الابتكار والتكنولوجيا اللي احنا بنسمع عنها قد ايه في الدول دي يعني بنلاقي مثلا هل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على القائمة على التكنولوجيا أكتر في أنهي دول هو ده الترتيب اللي قدامنا جت الإمارات وقطر والكويت والسعودية في أول حاجة وبعد كده بقيه الدول العربيه تونس، عُبان، المغرب، الاردن، لبنان، مصر، الجزائر. تمام؟ فالدول دي ما بتعتمدش على التكنولوجيا في مشروعاتها الصغيره والمتوسطه زي الدول اللي هي زي الامارات وقطر والكويت والسعوديه، دول بيعتمدوا في مشروعاتهم الصغيره والمتوسطه على التكنولوجيا او التطبيقات عاليه التكنولوجيا. تمام؟ فدي نقطه ايضا هامه. طيب بمنتهى البساطه الدول العربيه عندنا احنا سردنا سريعا ايه هي اهم المعوقات اللي ممكن تبقى موجوده في دول في دول العالم ايه اللي ممكن الصناعات الصغيره والمتوسطه تواجه الكثير من التحديات بصفه عامه ذكرنا اهم المعوقات ولكن تعالوا نروح للدول العربيه هنلاقي ان في صعوبه في الحصول على التمويل طبعا اجراءات الحصول في بعض الدول ما اجراءات الحصول على تمويل مناسب من جهات مناسبه داعمه بيكون صعب البنيه التحتيه والمصرفيه طبعا تحديات لا حصر لها ولا عد عدم ملائمه زي انا ما قلت من شويه التشريعات والقوانين في بعض الدول العربيه لا تسمح ولا تدعم ولا تدعم هذا التوجه نحو تنميه الصناعات الصغيره والمتوسطه انك تعلم الناس وتعم بدايه من الاسره والمجتمع والمدرسه والجامعه وكل هذه المؤسسات تعمها روح انك تدور على فكره اوت اوف ذا بوكس وانك تتعامل في كل حاجه بتشتغلها يوميا ساعه ما تروح الشغل لغايه لما تخرج من ساعه لما تبدا تدرس لغايه لما تتخرج من ساعه لما تبدا تتعلم لغايه لما تخلص روح الابتكار بتسود كل شغلك يعني اشك في ذلك يعني نقص المعلومات والخبرات يعني موجود لدينا. تمام خليني اروح بسرعه عند رياده الاعمال واقول ايه دور ايه مكانتها في اجنده التنميه المستدامه هتلاقي كل لو يعني بصيت على المحاور الرئيسيه في اجندات التنميه المستدامه للدول العربيه هتلاقيها بتركز على شويه حاجات دول استغلال الطاقات البشرية بالتحديد والموارد كيفية استغلال الموارد الحالية وكيفية تأمين الموارد بالنسبة لأجيال المستقبل التحدي الأكبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأساس تأسيس منشآت وستارت أبس مراجعة الأنظمة واللوايح هتلاقي كل ده موجود تسهيل الحصول على التمويل بالتأكيد بالتنص على ذلك تسويق الأفكار والمنتجات لرواد الأعمال زي ما انا ضربت لكم مثل ازاي بتقوم اكاديميه البحث العلمي بتبني هذه الافكار واحتضانها الى ان تصبح على ارض الواقع. يعني هذا يحدث في مصر الان يعني بالتاكيد. تعليم المهارات، التشجيع على الابتكار ورعايته، ازاله العوائق، كل اجندات التنميه المستدامه تضم هذه الافكار. خليني اروح على يعني حاجه لطيفه وهي تصور بعض الش... يعني تصورات بعض الشباب عن رياده الاعمال، ايه اللي بيدور في اذهان الشباب في يعني حتى من ال... من الناس اللي معانا من الوطن العربي اكيد في نسبه كبيره من ال... من الشباب. هنلاقي دايما يقول ده انا هيبقى عندي فلوس كتير، اه طبعا اكيد يعني يعني استاذ محمد موجود معانا هيحكي لنا على القصه دي. هنشر الفكره بتاعتي وهتكون أه يعني أه وايد سبريد وهتبقى الناس كلها اه طبعا في يوم من الايام هتبقى كده. أه بيقول ان هي في الاول وفي الاخر لما بيكون ليا فكرتي هيكون ليا أه يعني مكانه اجتماعيه سوشيال بوزيشن بعض الناس بتبقى داخله على مشروعها الصغير وعندها الافكار دي بالتاكيد. انا اصلا حد بحب التحديات وحدخل وهتحدى كل المصاعب واكيد ما حاجه سهله بالتاكيد هذه الفكره لدى الكثير ده انا ممكن اقابل ناس مشهوره عشان الفكره بتاعتي اوت اوف وهقابل ناس وهيساعدوني وهيساندوا فكرتي اكيد طبعا مدير نفسي دي اول كلمه بتتقال هبقى مدير نفسي هشتغل على كيفي هصحى وقت ما احب وانام وقت ما احب الناس بتفتكر كده احنا طبعا بنتكلم عن التصورات ناهيك عن انها يعني صحيحه او غير صحيحه هل هي ايجابيه او سلبيه لانه حتى لو انا بقول انا مدير نفسي ما هي ممكن تكون ليها معنيين معنى ايجابي ومعنى سلبي ربما تكون معنى ايجابي لانه انا يعني لا احد سوف يتحكم في لا احد سوف يعني يضايقني يعني ما حدش يعني هيمارس ضغوط عمل عليا فده كله ايجابي وممكن يكون سلبي انه يدل على التراخي والتكاسل ربما يعني نفترض الـ 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 الوجهين يعني هتغير للاحسن طبعا اكيد حتى لو طلعت من التجربه فاشل او فشلت طبعا ده مش فشل اكيد كسبت خبره بس بعض الناس برضو ما بتحسبهاش كده هقول دي شركتي اه طبعا هتقول كده هكون شخص انفلونسر صح طبعا هتبقى حد مثال ونموذج ورول موديل لناس تانية طبيعي هتعلم من التجربه زي انا ما قلت دلوقتي اه اكيد هحقق هدف في المجتمع وهسيب بصمه اه طبعا الناس هتناديني ايه رائد الاعمال ده زي احنا النهارده ما بنادي استاذ محمد رائد الاعمال اه طبعا وان شاء الله في فتره قادمه رجل الاعمال ان شاء الله أه هيكون عندي بزنس كارد اكيد طبعا اكيد هيكون عندي بزنس كارد طب أه هكون هعتمد على العمل الجماعي اكيد مش هشتغل لوحدي لازم في ناس هتساعدني لازم ناس هتديني خبره ناس هتديني تجربه قبل كده ناس هتحذرني من من حاجه ناس هتنصحني بحاجه وهكذا اخر حاجه هشتغل بالوقت اللي ابي ده ده باللغه الخليجيه ايوه طبعا هشتغل وقت ما انا عايز زي هشتغل على كيفي اللي تحت دي بالظبط تمام طيب آه انا خلاص انا ما فاضليش حاجات كتير انا فاضلي تو سلايدز تقريبا آه طب انا عايز يعني اعرف كده سمول تيبس كده ان انا انجح ازاي في مشروعي كالتالي آه حدد البدايه حدد البدايه بتاعتك الانطلاقه بتاعتك هتبقى ايه زي ما قلنا آه دايما اتعامل على ان انت ما تقولش انا هقدم جوده على قد السعر لا أقدم جوده حلوه قوي عشان تصنع اسمك في السوق وخلي السعر معقول هتكسب كتير وفي نفس الوقت الجودة هي اللي هتخليك تسوق كتير رشد النفقات زي احنا ما اتفقنا حاول تعمل مفاضلة وبريفرنسيز بين اكتر من حاجة علشان تعرف اجوات حاجة ايه خلي عندك بلان بي بالنسبة لي للتدفق النقدي والتمويل علشان ما تجيش فجأة ما تبقاش ما معكش حاجة تمام؟ خلي عندك تركيز على عن النقديه وازاي تحفظها طبعا استاذ محمد اكيد هو اللي هيتكلم على الكلام ده يعني خليني أسكب النقطه دي لان انا حابين نعرف نموذج حي احسن من الكلام اللي انا بقوله أه برضو يعني السلايد اللي بعد كده فيها كلام برضو احب اسمعه من دكتور من استاذ محمد طبعا اللي هو تذكير يعني حط نفس يعني خليك قول لنفسك طول اليوم عبارات بتشجعك أنا كويس أنا كده تمام أنا كده في ظل الظروف وظل اللي على قد الفلوس وفي حدود الطاقة وفي حدود العمل أنا أنجزت أنا تميزت أنا صنعت اسم أنا العبارات دي على فكرة ما حدش يقول إن هي حاجة يوزليس ولا حاجة مش مهمة بالعكس دي حاجة مهمة جدا آه شوف دخلك اليومي صرفت قد ايه وكسبت قد ايه ومش وما تدورش على المكسب السريع ولا البداية المذهلة. آه وحط لنفسك هدف وتارجت على فكرة ده هيبقى مفيد جدا في انك تقدر تحدد افضل بدل ما يبقى انت طموحاتك عالية وانجازاتك لسه قليلة فتحس بالاحباط يعني. كمان آه دايماً بيقول لك إنك لما تيجي تنجز شغلك بعد استيقاظك من النوم أول ثلاث ساعات من استيقاظك من النوم بتبقى العملية أفضل بكتير وحوالي 30% من عملك بيتم إنجازه بشكل جيد إذا ما يعني اتبعت هذه الإستراتيجية يعني. التمارين الرياضية مهمة برضه هنعرف من أستاذ محمد الدنيا دي تمام ولا ده كلام وخلاص. آخر حاجة عندنا هي عشر حاجات غلط ممكن رائد الأعمال أو صاحب المشروع الصغير يقوم بيعملها ممكن يوظف حد سيء معاه ما على نفس الدرجة من الوعي والفنية والتقنية وهكذا انه يكون عنده ليك فوكس يعني عنده عدم تركيز وعلى فكره يعني في ناس بتعمل المشروع بس علشان تستثمر ولكن ما بيكونش هو اهتمامها الاساسي فبتنشئ العمل ولا تركز فيه فطبيعي انه النتيجه بتكون سلبيه للغايه يعني وبعد فتره يعني ده بقى مش رائد اعمال ده حد يعني بيحط قرشين في هيز اون بزنس بس علشان مش هدفه ان هو يطور عمل وعنده خطة عمل وعنده اهداف مستقبلية وهكذا فبيقول لك يعني غياب التركيز ده مش مدعاة للنجاح يعني التسويق والبيع السيئين خد بالك انت ممكن تكون بتسوق وبتبيع بطريقه سيئه برضو استاذ محمد هو لنا على الحاجات دي اكتر انك تختار شريك مش صح انك تركز على المستثمر معاك او الشخص اللي هيساعدك او اللي هيبقى شريكك اكتر ما تركز على الشخص اللي بيشتري منك واهدافه ومتطلباته ده برضو حاجه مش كويسه الانفاق المبالغ فيه انا لسه بقول ترشيد النفقات فما اعرفش يعني انفاق مبالغ فيه فانت تخسرت قبل ما تدخل لو انت ما معكش سيوله كافيه وما معكش بلان بي وما انتش ضامن التدفق النقدي هتبقى العمليه صعبه انك تفتكر انك هتشتغل لوحدك يعني هو حتى بيقول لك 1.4 100% واحد واربعة من عشرة لو انت ما بحثتش عن مساعدة بيبقى عندك نسبة فشل واحد واربعة من عشرة فده نسبة برضو تجاهل مواقع التواصل ما تقدرش دلوقتي تتجاهل الديجيتاليزيشن وال والتطبيقات وانك تقدم حاجات العملاء مش عايزينها يبقى انت ما درستش السوق كويس وفشلت المنتجات. يعني اتمنى ان اكون قدمت محتوى ذات فائده. انا كده يعني بشكركم على فعلا على صبركم يعني. شكرا دكتوره فعلا هناك فائده يعني على مستوى تقديم المحاور